السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان اخوات متابعين قناه رشيد تهليل في كاجو طاز. مرحبا بكم معنا حنا في مدينه تطوان. كيف كتشوفوا ديما هذا جانب من سميتو النقل ديال الاله ديال الطريز اللي غتمشي لمدينه تطوان من فئه جطرؤوس. كيف العاده لومبالاج على الماكينه كيف ديما ترونسبور ديما مغطي كله كلشي على الترونسبور كلشي على لومبالاج باش الماكينه تبقى محافظه على الهيئه ديالها كيف كانت ما تقمش ما والو في الطريق ولا في الهزان ولا في الترونسبور. كيف كتعرفوا الترونسبور شويه حتى هو كيكون فيه شويه ديال السكوت وهذا. ان شاء الله شدينا الطريق من تطوان. دابا حنا ان شاء الله في تطوان. مدينة الحمام البيضاء كيف كتعرفوها هذا غير جانب من الطريق باش تشوفوا الناس شوية السياحة ما فيها بس نعرفوا بالمدينة والطريق ديالها وداك الشيء زوين تبارك الله. ان شاء الله هاي وصلت الماكينة على خير وبخير. ديشارج مو دابا الماكينة كنديشارجيوها كيف كتشوفوا وصلت على خير. ضروا شوية احتياطات في الهزان وهذا. والمحل كيف شفتوا الماكينه هانتوما كتهز غير الرجال يهزوها. والمحل تا هو سهل جا في الدخله غير سفلي قريب واخا فيه درجه ماشي مشكل. الباب ديالو متسع ما عندناش مشكل. الا كانت ضيقه كنلقاو لها الحل باش ندخلوها ما تحتاجش تغيبوا الحيوط لا والو كلشي سهل عندنا الحمد لله ما كنلقاوش مشاكل في الدخول. هذا جانب المونتاج ديال الماكينه تشوفوا كتمنطى حبه حبه وحده وحده كيف كتجي كنحيدوا الطابله وشي حوايج اللي كنخافوا منهم في الطريق وكيشدوا اتساع. المونتاج ديال الماكينه دابا كل حاجه كترجع بلاصتها كيف اصلا هي كتجي في صندوق وكنمونطيوها حتى كنشوفوها كي قلنا قبل وكنعاودو نديمونطيوها شي حوايج لي ساهلين باش نرجعوها عاوتاني في الطريق باش ميتهرسوشنا بحال الميموار بحال الطابلة بحال الحديد ديالها. هاهي كملات دابا الماكينة في المونتاج. من بعد المونتاج ضروري أن نديرو واحد لسياج كنشعلو الماكينة كنشوفوها في الشعيل ديالها مزيان باش ميكونش شي حاجة في السكوس ولا هذا في الطريق. كنسيوها هو الاول كنجربوا الماتيريال واش خدام كلشي المواطر كلشي كنسيوهم هما الاولين. عاد كندخلوا في جانب ديال الفورماسيون كنبداو به هو الاول. هذا جانب ديال الفورماسيون اللي كنبداو مع الناس السيد ياسين اللي كيدير دابا الفورماسيون حتى هو متمكن ومختص حتى هو في الطرز. وملي كنكملو فورماسيون دابا دوزنا فورماسيون يومين ثلاث ايام فورماسيون ضروري ما كنديو معاهم شي بياسه ديالهم اللي يخدموا فيها باش يشوفوا الماكينه ويشوفوا الخدمه ديالهم ويمونطيوهم راسهم ويلونسيو راسهم كلشي باش نتاكد منهم لان كلشي صافا وكلشي مزيان باش ما يبقاوش مشاكل مع الناس باش نمشيو حنا نبقاو خدامين. هادي راه قفطان خدمات السيده ديمارينا معها في جهه وخلينا عليها راه كملات ان شاء الله الحمد لله كله على خير كملاتو مزيان ما بقاش عندها مشكل. كان واخا ديما جهه وحده كنخليو الجهه اخرى كتكملها هي وكنجيو حنا بحالنا باش نعرفوها واش مزيان باش ما بقاش متكل علينا حنا معاها. هادشي كنديرو حنا بزاف مع الناس ديالنا والحمد لله لقينا فيها نجاح والناس خدمه عجباتهم اللي خدموا من عندنا وخدموا بها مزيان وخليناهم مزيان بخير على خير خدامين بخير ما لقيناش معاهم مشكل. وهاد البياسه كيف شفتوا هي كتخدمت على الجهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان اخوات متابعين قناة رشيد تهليل في كاجو طاز. مرحبا بكم معنا حنا في مدينة تطوان عند السيدة نورا اللي خدات عندنا هاد لاماشين ديال لوتيس. لاماشين هادي ما عندكوش دابا تدخل لكم تقول لكم هي بعدا السيرفيس كيف جاها والماكينة كيف جاتها وغادي نوريكم واحد المزايا ديالها جداد واحد لوبسيون جديدة في هادي في هاد لاماشين باقي ما كيعرفوش الناس بزاف اكثر هي كتخص القفطان. غنساليو مع السيدة نورا تدي بالاراء ديالها علينا وعلى لا ماشين وعلى السيرفيس ديالنا كيف داير وديك الساعه نقول لكم لوبسيون اللي في الماكينه كي دايره. مرحبا اختي نورا.
السلام عليكم خوتي، كيف تبارك الله، لاباس عليكم؟ بخير. انا نوره من تطوان. ديت هذه الماكينه صراحه من عند الناس، حيت حسيت بالعائله كيف في كازا، هو اللي عرفني عليهم. وصراحه شفت الماكينه عجبتني بزاف. اكثر حاجه عجبتني فيها هي ما كديش لي سباس بزاف، يعني مثلا انا مثلا ما نقدرش نكري محل كبير بزاف، يعني كريت محل صغير، يعني ما عنديش لي سباس بزاف في المحل. هذه اكثر حاجه عجبتني. وفي نفس الوقت يعني الكادر ديالها كيساعدني باش نخدم مثلا واخا جوج ريوس، يعني كنخدم بها بياسه تقريبا كامله، كيبقى ليا واحد شويه. والصداع، والصداع ما فيهاش صداع نهائيا صراحه، بالعكس العكس المواكل اللي كنت كنخدم فيهم من قبل، كان عندي مشكل بالصداع. يعني هذه ما فيهاش صداع مره، يعني شي حاجه خفيفه، يعني شديتي الباب راه بحال اللي ما كتخدمش، فهمتي؟ يعني ما فيهاش صداع صراحه. وعجبتني من الصداع كي قلتي السيده نورا كتخدم ماشينيست في واحد المحل اخر، عنده دي ماشين اخرين، يعني جربات دي ماشين اخرين والصداع ديالهم مقارنه مع هذا. حتى دابا كلشي كيعيط لنا كيتشكى، كيقول كلشي اصلا من قبل ما نشريها كان عندي اشكال، واحد كنقول لهم يكونش فيها الصداع صراحه. يعني اكثر حاجه عجبتني فيها هو كاين الصداع، يعني ما نوقعش في المشاكل اللي مع الجيران وداك الشيء. وبالنسبه للمعامله زعما صراحه الله عمرها سلعه، يعني بقاو معايا هنايا تقريبا 4 ايام، ما بغاو يعني حتى قلت يشوفني زعما تمكنت من كل شيء. وهذاك بقاو معايا هنا كيعملوا لي فورماسيون، زعما الصراحه في مستوى معامله ما عندي ما نقول. واللي بغى يجينا عندي مرحبا صراحه الله، يعني انا كنتعامل مع الناس. وبالنسبه لنا يعني انا الاثمنه ولا كلشي صراحه، يعني عندي اللي بغى شي حاجه كلشي عندي. واللي بغى يجينا عندي مرحبا، مرحبا بكم. وبالنسبه يعني المعامله صراحه الله ماشي زعما نشكركم راسي. السيده متمكنه حريفيه، يعني ما عرفوش مشاكل في التواب ديالكم، في البوزيسيون، في البروغرامات. يعني السيده متمكنه، اللي جاب لها شي حاجه غادي تخدمها، ديجا خدامه في هذا الدومين، ماشي اول مره تخدم فيه. يعني ديجا خدامه فيه، غير يسر الله ودارت الماكينه ديالها وغتخدم دابا راسها. واللي بغى شي حاجه بغى يخدم عندها، مرحبا صحاب الناس ديال تطوان، عطيهم البوزيسيون في كاين المعامله الاثمنه عندي كلشي. اللي بغى شي حاجه يجبرها عندي. انا كاينه في الشارع ديال الباريو، البارد اللي كاين في الباريو، غادي نقول لك الشارع نيشان، كتجبروا الطلعه الاولى. لا الطلعه اللي كطلع سيدي طلحه، انا يلاه كدا طلع ديك الطلعه شويه لحدا واحد المنحرر، انا تماك بالضبط. اللي بغى يجي عندي مرحبا. نيميرو التليفون غادي يلقاو في الوصف، اللي بغا نيميرو التليفون ديالها بالنسبه للناس ديالنا، بغا شي حاجه تم عندنا. بالنسبه للعمال ها هو الشارع اللي كيعود، هذا هو اللي كيجيب لنا من جهه البارد. هذه هي الطلعه الثانيه، هي هذه كتجبر هنايا الحمام، هذه هي الطلعه الحمام ديال سيدي طلحه. ولكن على الجهه اللي تدخل عليه ديك اليمين، بالنسبه للساعه سهل عليكم، هذا باش تسهل عليكم. ديالي مرحبا بكم عندي. ومن بعد ان شاء الله غنعمل لكم بلاكه باش نسهل على الناس اللي بغاو يجيو عندي ان شاء الله يا رب. هذا تيستي اللي كنا ندير فيه لي سي يا شو طازا، شو غوزا، شو غوزا داش، شو الضغط داش، شي بوان دو كخوا. هذاك طاز الحساب، هذا الحساب، هذا بوان دو كخوا، هذا الحساب ديال الفاسي. هذا المحل ديال الاخت نوره اللي بغى يجي يخدم معها، راه جهزنا هذه كلشي عندها، راه دارت اكثر من جهدها باش توجد لكم المحل في احسن صوره. الناس ديالنا اللي باغي يخدم معها مرحبا. مرحبا. الامتياز اللي عندي لكم في هذا الماشين ديال خدمه ديال الجوتريوس، فيها بين راسواس 50 سنتيم، بين راسواس 50 سنتيم، 50 بين راسواس. لافونتاج ديال 50 بين راسواس، هاد لا ماشين كتخدم الانترناتيف، كتخدم يعني بحال بغيتي تخدم الكونتين كتخدمو، والانترناتيف الا خفيتي هاد الراس هذا وخدمتي بهاد الراس هذا ما كيخدمش غير 50، كيخدم حتى 80. و سميتو لافونتاج اللي قلت اللي قلت لكم في القفطان هو اننا دابا بحال هاد البياسة اللي كتشوفو خدمنا لها الصدر فيه 50، خدمناه هكذا ماشي ما عندناش مشكل. ملي سالات حيدناها ودرنا البوزيسيون ديالنا هنا، كملنا هادي مع هادي، وغيخدمو جوتريوس، غيخدم هذا 50 وهذا 50، يعني البياسة تخدمات 150، ها هي جات حد في القلب. دور لهم هنا باش يشوفوا هنا. شاد. خدمي تخدمات على جوج المرات، ما خدناش على ثلاثة المرات أو درنا تلاقيات بزاف. تخدمات 50 وهذا الراس وهذا الراس، خدمو البياسة وفي وقت سريع، غادي يسالو دغيا، في عكس ما ندير لا ماشين نقلبها أو ندير 80، إلا خدمت 80 بوردون فيه 80 ماشي بحال فيه 50. ومين كيخدمو جوج طريوس ماشي بحال خدم راس واحد، كيخدم جوج طريوس كيسهلو الخدمة على راس واحد.
هذا هو الامتياز اللي كنقولوا في هذا الماشي، من غير الامتيازات الاخرى اللي كنا كنتوا عليهم في الفيديوهات الاخرين راه ديجا كيبقاو هما وكيجي عليهم تفسير بالنسبه للشاشه، بالنسبه للهوردي، بالنسبه للزياده، بالنسبه للمواطر ديال الكوب فيل ديال التير فيل والكوب فيل وديال سميتو الدوبل كار، وبالنسبه للشاسي كيدوينا عليه قبل الشاسي كيفاش تجدريو حتى هو راه كبير، الطابله ديالو كبيره في البورت بوبين كبير، كلشي عنده تكليف تاع ماشي لي ماشين اخرين اللي كانوا صغيوه هاد البلاصه ما كنبقاوش كنحطو حتى البوبينات ديالنا. وبالنسبه حتى للكهوة اللي كنا هدوين عليها راه ما بقاتش فيها ولات فيها سميتها البينيو، البانسات راه ما كانش مزيانين، الموتور اللي ديما غادي نمشي نسمعو الدقه ديالها حتى هي كي ديرها الدقه ما فيهاش الصداع ولا شي. كي سمعتو شفتو الضربه عريضه، شوف كاينه ضربه عريضه سميتو وغادي الفيتاس زوينه ما غاديش الفيتاس ناقصه بزاف، ها نتوما كتشوفوا الطرزه راه الطرزه عريضه بزاف، راه فين كاين هنا شي 9 ملم 5 سنتيم وكتخدم فيها في الفيتاس مزيانه. هذا هو الامتياز ديال الدوبل كار عكس لي ماشين الاخرين اذا كان هاد الضربه عريضه راه كدير فيها الجيم. المهم هادو هما الامتيازات، واللي بغا شي ماشين من هادي بحال هادي او لا كبر منها او لا صغر منها راه نفس الامتيازات كلهم فيهم، اللي بغا شي حاجه ماركه والتليفون ديالنا كيف كتعرفوها كاين عندكم تما راه الناس كيعرفوني، وبزاف اللي بغا شي حاجه راه حنا في كازا كيسولني على المعلومات حتى هو وكنليفريو في اي منطقه في المغرب وحتى خارج المغرب راه كنليفريو ما عندناش مشكل. مرحبا بكم والى فيديو اخر ان شاء الله في مدينه اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم. ومن بعد كل دورات كونيه ما فيها باس نكتشفوا المدينه اللي مشينا ليها ونستمتعوا بالطبيعه ديالها او نكتشفوا المعالم ديالها، اي ما فيها باس كيف كتعرفوا تطوان مارتي الفنادق المنادق هذوك تقريبا كلهم مقاربين وكلهم زوينين، كتشوفوا تطوان بالليل ما احلاها، اللي ما شاف تطوان مخيرة وزوينة وتبارك الله الناس حتى هما كرامة وزوينين مزيانين نقيين عكس مدينة اللي عندنا حنا كازا كلشي كيعرف كازا كيديرها حيت فيها غير الخدمة، تبارك الله نقية وزوينة نقية وزوينة ومالها حتى هما تبارك الله عليهم. هادي غير كنكملو بها الفيديو اللي باغي نشوف المدينة ونكتشفها ونشوف التراث ديالها ونشوف المعالم ديالها كي دايرين والطبيعة ديالها كي دايرة ما فيها باس، ومن اللي ما فيها باس واحد اللي عاوتاني كتشفت الأكل ديالها مولوعين بالأكل اللي ماكلاش الطوطية في تطوان راه ماكلا والو، هي باش معروفة بزاف الطوطية اللي كيقولو الطوطية. وإلى فيديو آخر إن شاء الله مدينة أخرى إن شاء الله، ومرحبا بكم معنا الله يسهل عليكم.